إن كان العراقي المتعافي جسدياً يعاني من الإهمال والتهميش وصعوبة توفير لقمة العيش، ذوي الاحتياجات الخاصة معاناتهم مضاعفة آلاف المرات، فالحكومة أصلاً لا تراهم مع أن جلهم إما من ضحايا الإرهاب أو من المشاركين في الحرب عليه، ضحوا بأنفسهم فكان جزاءهم الإهمال، ومع أنهم طالبوا بحقوقهم وتفعيل القوانين التي تنصفهم إلا أنهم لم يجدوا آذاناً صاغية فتوجهوا كحال الأسوياء إلى ساحة الاحتجاج. وأي شيء ما متوفر من الدولة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإحنا أسرد أبسط الأمور، يعني ما هو قاعد نحصلها مثل قطعة الهار، راتب لبعض المعوقين ما عندهم، هواي أمور تنقصهم. يعني كمعاق أنا يعني مثلا راتبي قليل جدا، راتب رعاية ما جاي يكفيني لا علاج ولا شو اسمه. رحت قدمت قبل فترة على الكرسي، على الكرسي هذا العادي، قال لي والله سنتين نظام ونظام الوزارة. أدري الوزير إيش ما أدري بمعاناتي بمعانات غيره، صح ولا لا؟ المدير قال لي والله أنت ما تستحق بعد لك إلا سنتين. زين هذا سنتين وين أوديه؟ الإنسان يموت ويروح بعد ما مخلص السنتين، وأنا قل ثلاث شهور أربعة إلا تجي. ذوي الاحتياجات الخاصة من ضحايا الحرب طالبوا بتفعيل القانون رقم 38 الذي يمنحهم حقوقهم. بالنسبة للمعاق العراقي يعني ما شاف بس الضيم من عندهم، يعني العلاج مالته 250 بالشهر او 300 قسم من عندهم بالشهر، ويعطيه 170 كل شهرين 200، فتأذينا هواي. خدمات ماكو، يعني معوق من 86 ولحد عسكري ولحد الان كل شيء ما شفنا. احنا اكو قرار 38 بسنه 2013 ولحد الان ما حد ما غيره. احنا لو هذا القرار ايش منه، ممكن رواتبنا تصير كحالنا حال المواطنين العاديين. هؤلاء لم يبخلوا على الوطن حين ناداهم، فتخلوا عن جزء من جسدهم ليبقى حرا عزيزا، لكن الساسة بخلوا عليهم بجزء يسير يعينهم على إكمال حياتهم دون الحاجة لأحد، فباتوا مهمشين محرومين يعانون الإهمال وشظف العيش.